بيس، مرحبا من جديد. زمان انا ما صورت، عادم مو متعود اني اسوي فلوجات ولا بشكل دوري، بعد احتفظ فيها، بس هذا قلت بدي اني اسوي الفلوج هذا وارفعه على اليوتيوب. طبعا لازلت في كندا الان، الحين السنة الجديدة، تاريخ نسيت التاريخ، سوري، 7 في شهر يناير، أول السنة، كان أول أسبوع في السنة، نهاية أول أسبوع في السنة. لازلت بالغربة. حلوة الغربة، مش سيئة، تعلمك أشياء حلوة، إن الواحد يتعلم أشياء جديدة ويمارس ويأخذ عادات وتقاليد الناس، يتعلمها وياخذها، يأخذ منها المفيد. وهذا اللي موجود، وحب أوريكم المنظر من نفس شقتي في كندا. طبعا احنا في بريتش كولومبيا لفانكوفر، وهذا المنظر الخارجي حق مطلة الشقة، والفيو حق الشقة. جو حلو، بارد بس انه حلو يعني، الحمد لله ما في، شوية الشمس باينة. ولازلت اتمنى ان انا اخذ لي اجازة والله، يعني تقريبا كملت سنة في كندا، واحتاج والله اجازة. حلو الغربة، تعلم اشياء كثيرة الغربة، لكن هم الواحد يحتاج انه يرجع لحاله بين الناس، حتى لو الردود اللي تيجي على الواتساب أو اليوتيوب أحيانا سلبية، لكنها مش محطمة يعني. كل يعمل بأصله وبيس.